وهي $100. هذه $100 مقابل انك انت تحرق العلم الاندونيسي، ممكن تديني $100؟ تفضل. الان انا مستعد احرق $100 الامريكي وما احرقش علم دولة اسلامية، الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا، فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية. هيا لنرى ماذا تمثل اندونيسيا للشعب الفلسطيني. شو اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزة ومين اللي انشأ ودعمه؟ والله اكبر مستشفى موجود في قطاع غزة هو المستشفى الاندونيسي. هذا العلم علم دولة ايش؟ دولة اندونيسيا اكيد. طب اذا ممكن تمسك لنا العلم؟ طيب اول شيء هذه قداحة مسكها في ايدك وهي $100. هذه $100 مقابل انك انت تحرق العلم الاندونيسي، ممكن تديني $100؟ تفضل. الان انا مستعد احرق $100 الامريكي وما احرقش علم دولة اسلامية. الدولة الاسلامية دي في بينها وبيننا توأمة اسلامية ما بين القدس وما بين اندونيسيا. تأكد تماما الدولة الإسلامية هذه لا يمكن أن نكون واقفين جنبها ومعها في كل أزماتها حتى في عيد استقلالها. تمام. $100 الأمريكي ترجع، وقدحتك ترجع، والعلم هذا راح نحطه بجانب العلم الفلسطيني عشان نقول فلسطين وأندونيسيا أمة إسلامية واحدة. بارك الله فيك. الآن في عيد استقلال أندونيسيا ال75، شو بتتمنى لأندونيسيا؟ الرخاء، الاستقرار، ونتمنى للشعب الأندونيسي الخير والرفاهية. خذ وقتك دقيقة. تفضل. نسألك، تعرف معلومات عن أكبر دولة إسلامية في عدد مسلمين؟ أندونيسيا رابع دولة في العالم. عدد سكان موجود في أندونيسيا. الآن فرجيك علم، تعرف إن علم دولة إيش؟ أندونيسيا. هذا علم دولة أندونيسيا. صحيح. امسك هذا العلم. بدنا نعطيك أول شيء قداحة، تفضل، ومقابل $100 تحرق لنا العلم الإندونيسي. والله لو تجيب كنوز الدنيا، دولة إسلامية قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني. يعني مش صح اللي أنت كمان بتسوي لنا تعمل لقانا أحرق علم دولة إسلامية. بارك الله فيك. كان اختبار نشوف مدى تعاطف الشعب الفلسطيني مع الشعب الاندونيسي. الشعب الاندونيسي كان تحت احتلال كما الشعب الفلسطيني تحت احتلال. في ذكرى استقلالهم ال75، شو بتتمنى لدولة اندونيسيا؟ ان شاء الله بيظهروا وبينعموا بالامان اكثر واكثر ولقدام ان شاء الله. والله تقريبا يعني امتى تحررت انا ما بعرف، بس هي كان في عندها يعني استعمار عدد من المستعمرين، وهي كافحت وناضلت لحد ما تحررت. واحنا كشعب فلسطيني احنا بنوقف مع الشعوب اللي بتسعى لانها تتحرر من الاستعمار باي نوع من انواع الاستعمار، لانه احنا شعب فلسطيني مجربين وان شاء الله بنتحرر كمان زيهم. تمام. الان هذا علم دولة، بتعرف علم دولة ايش؟ علم اندونيسيا. علم اندونيسيا، بنحيي علم اندونيسيا وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين، وان شاء الله بنعلقه على اسوار القدس مع علم فلسطين. طب خالتي، اول شيء هي في ايدك قداحة وبدنا نديك مقابل انك تحرقي العلم الاندونيسي $100. لا مش ممكن، بس علم واحد انا بحرقه هو علم اسرائيل، فقط، ولا $100 ولا $1,000,000 بحرق هذا العلم. هذه دولة مسلمة، كيف انا احرق علمها؟ الان في عيد استقلالهم ال75، شو بتتمني لاندونيسيا؟ بنقول لهم بنبارك لهم استقلالهم، وان شاء الله بيكون عندهم تطور، بيكون في عندهم دائما للأفضل، يعيشوا بحياة أفضل وبرفاهية، وإن شاء الله كل الدول تتحرر وخاصة أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة. إيش اسم هذا المستشفى؟ المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع. تعرف ليش سموه بالمستشفى الأندونيسي؟ عشان دولة إندونيسيا هي اللي دعمته. الدعم الأندونيسي لقطاع غزة توقف عند المستشفى الأندونيسي، ولا بتعرف إنهم يعني في لهم دعم آخر؟ طبعا لهم دعم آخر، قدموا مساعدات طبعا اللي هو للأيتام طبعا، ومساعدات خيرية للشعب الفلسطيني. طب نسألكم عن علم أي دولة هذا؟ علم إندونيسيا. بتوافقي هذا الإجابة؟ طبعا أكيد بوافقها. طيب هي علم إلك وهي علم إلها. الآن هي قداحة معاكم، وهي مقابل إنكم تحرقوا العلم بدنا ندي $100 لكم، بتقبلي تحرقي هذا العلم؟ لا. ليش؟ لأن إندونيسيا دولة مسلمة، إندونيسيا دولة مسلمة، ليش نحرق علم؟ ودعمت غزة، ليش نحرق العلم؟ طبعا لا، لانه اندونيسيا طبعا دوله مسلمه ودعمت فلسطين وساعدتهم وقدمت لهم كثير اشياء طبعا للشعب الفلسطيني، بالذات اللي هو ساعدوا، قدمت مساعدات خيريه واشياء ثانيه، والمستشفى الاندونيسي هنا عنا في لهم، وبنحب يعني نقدم لهم كل الشكر لهم على جهودهم معنا. شو بتتمنى لاندونيسيا من الشعب الفلسطيني؟ طبعا بتمنى لها بردك الخير، وطبعا بتمنى لها ان شاء الله تتطور اكثر، يبعد عنهم الامراض، يبعد عنهم الاعداء، ويبعد عنها كورونا والاشياء هذه. بدنا نسالك اكبر مستشفى موجود في شمال قطاع غزه؟ تبع اندونيسيا. اللي عملته للشعب الفلسطيني. عملته اندونيسيا للشعب الفلسطيني. نعم. طيب الان هذا العلم، تعرف علم دوله مين؟ علم دوله اندونيسيا الشقيقه للشعب الفلسطيني. الان لو اديناك هذا العلم، تفضل مسكو، واديناك معاه هذا $100 وقلنا لك مقابل انك تاخذ هذا $100 احرق العلم الاندونيسي. احرق العلم الاندونيسي. بارفض رفضا باتا. يعني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يعني بتكون $100 شيء مناسب لانسان مقابل انه يعمل هيك. دولة صديقة اغلى من $100 واغلى من $1,000,000. طب الآن أندونيسيا لها 75 سنة محررة من الاحتلال، في عيد الاستقلال الأندونيسي شو بتوصل رسالة لأندونيسيا وشو بتتمنى لهم؟ بتمنى أنه الله يوفقهم ويزدهر الخير والرخاء معهم، وأنه دائما يقفوا مع الشعوب المظلومة كالشعب الفلسطيني.